ليف 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 يعني كما كنتوه معنا عاجع المباشر بشارع يعني امام السجل المحلي سيدي موسى كما كتشوفوا يعني رموك كان غادي يعني بواحد السرعه دخل شجره طيحها كما كتشوفوا خفف خلى الاضرار كثيره في هذا المكان هذا كان غادي بواحد السرعه كبيره ضرب شجره وطيحها الحمد لله الحمد لله كما كتشوفوا الناس اللي مكلفين بهذا الرموك المسؤولين راه عارفوا هذا الرموك هذا راه دخل شجره لانكم تعرفوها قدر يعني تدوز الامر بسلام وما يقولش لكم الشيفور ولكن باش انكم تعرفوها ف... لا حول قوة إلا بالله العظيم كما كتشوفوا يعني كان دايز من هنايا من قرب من السجل المحلي سيدي موسى ودخل في الشجرة راه هي كما كتشوفوها وطيحها صحافي صحافي شوف تيفي شوف تيفي شوف تيفي شوف تيفي الله يفتح على المباشر الله يحفظك كما كتشوفوا تحية الرجال الأمن الوطني على كيديروا غير الخدمة ديالهم يعني الشجرة طاحت الحمد لله مرموك تم السلام هذا هو المهم بعدا ما طاحت على شي دري صغير ما طاحت على شي واحد يعني كما كتشوفوا شوف يعني شوفوا الاضرار اللي كلفات الشجره ها هو كما كتشوفوا طايحه ليه طايحه ليه وسط من البلاصه اللي كيسوق فيها والطريق لحد الان دابا راه محبوسه دابا حتى واحد ما كيدوز الشيفور الحمد لله راه حفظ الله انت كتشوف اخويا نسيم شنو واقع بقرب من السجن المحلي سيدي موسى كاميو لا بقرب كاميو ديز بسرعة خلف واحد الشجرة من الفوق ديالو لأنه عالي بزاف طيح معاه شجرة كيما كتشوفوا كنتمناو من الناس يعني دول البلدية يجيو يعني بسرعة باش يحيدوا هاد المشكلة اللي وقع لهاد الشيفور هذا الله يحسن العوان الإنسان راه خدام يعني ما عرفتش فاش كان كيخمام وفاش شنو المشاكل اللي عنده بذلك انه فهمتيني ما عرفت قدر يكون ما شافاش تضربات لي مع الكاميو ديالو ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون الخير
الكتاف لاحظ يعني كما كتبوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في حصري عبر قناتكم قناة الشعب هو كما كتشوفوا رموك طيح شجرة في الأثناء يعني وبهذا مشاهدينا الكرام نتلقاو معكم في بث مباشر آخر في أمان الله إلى الله.